المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إريتريا تعكس تجربتها في معالجة تغير المناخ لمشاركي مؤتمر التغير المناخي. افتتاح مهرجان للإريتريين في قطر. أسبوع للشباب لطلاب مدرسة وارساي كانوا في سوا. الصين والبرازيل تقرران رفع مستوى العلاقات. بوتين يبحث مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى تعزيز الاقتصاد. وعاصفة مميتة تضرب شمال غرب أمريكا وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء. أهلا بكم مشاهدينا. عكست إريتريا تجربتها للمشاركين في مؤتمر تغير المناخ حول معالجة تغير المناخ. وتبادل الوفد الإريتري برئاسة وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرسلاسي تجربة إريتريا في التعامل مع تغير المناخ على هامش مؤتمر الأمم المتحدة 29 للمناخ في العاصمة أذربيجان في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقدم الوفد عرض بالفيديو للمشاركين عن مشروعها برحم المال والإمدادات المياه والزراعة، وأضاف أن فوائد المشروع بالنسبة للسكان تشمل توفير إمدادات كافية ونظيفة من المياه والغذاء ورفع الإنتاج وخلق فرص العمل والحياة المستقرة. وأوضح الوزير تسفاي أن إريتريا تقوم بحملة واسعة لحماية التربة وحفظ المياه للتغلب على أزمة المناخ، مؤكدا بأنها تنظر بإيجابية للروابط مع الشركاء لدفع وإنجاح هذه الحملة الوطنية. وأوضح مدير قسم البيئة سيد كبرومس مروم تنفيذ جهود بناءة للتقلب على أثار تغير المناخ في إريتريا، وأجاب على استفسارات الحضور بشأن تجربة إريتريا في تشجيع الزراعة المسقرة مع ذكر الأمثلة. افتتح مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ في 20 نوفمبر الجاري المهرجان 13 للإريتريين في قطر. وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره الدبلوماسيون وأعضاء الجالية في مدينة الدوحة مناشط فنية وثقافية تعكس تنوع الشعب الإريتري ووئامه وتعايشه ورابط الإريتريين في المهجر بوطنهم وثقافتهم وتراثهم وتاريخهم. وسيستمر المهرجان بمختلف البرامج والفعاليات. قيم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطته في 20 نوفمبر الجاري في مدينة عصب، وأفاد التقييم بالقيام بأعمال التأطير والتنظيم حتى مستوى إدارات الضواحي وبرامج توعية لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في المناشط والمؤسسات. وشدد الاجتماع على ضرورة العمل المنسق مع الشركاء لمكافحة العادات الضارة. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد السيدة سعدية إبراهيم أن أعمال هامة قد نفذت مع وضع الاعتبار لمحدودية الموارد في المديريات، مؤكدة العمل العام القادم لتمكين المرأة. ودعا مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد سمري جبري ماريام في كلمته الختامية لمواصلة جهود تعليم وتدريب المرأة ضمن برامج تعليم الكبار. عقد الشرطة المرور في إقليم عنسبة سيمينار حول تطبيق القانون وتجنب الحوادث مع أصحاب وسائقي المركبات الكبيرة والصغيرة وأعضاء الجراج الحكومية وشركة حارات للنقل وجمعية أصحاب سيارات الأجرة والجراجات بمدينة كرن يوم أمس 20 نوفمبر. وأوضح قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبسو تسفا ميكيل أنه يجب اتخاذ احتياطات جدية واتباع القوانين المرورية لحماية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات بالنظر إلى التضاريس وظروف الطرق حاليا. وأفاد رئيس شرطة المرور بالإقليم الرائد محارك داني عن وقوع 276 حادثا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 198 آخرين وأضرار في الممتلكات تزيد قيمتها عن 4.6 مليون نقفة. وأوضح الرائد محارك بمقارنة ذلك بعام 2023 أن معدل وقوع الحوادث انخفض بنسبة 10%، بينما زاد عدد الضحايا بنسبة 59%.
وذكر الرائد محاري أن ظروف الطرق وسلامة المركبات والأحوال الجوية وتدني الرؤية والإهمال وشرب الكحول وعدم الالتزام بقوانين المرور واللافتات هي من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور. وقدم المشاركون توصيات ومقترحات بوضع الإشارات المرورية للطرق الخالية منها وإصلاح الطرق المتضررة والسيطرة الجادة على الدراجات. افتتح في ساوة اليوم 21 من نوفمبر أسبوع الشباب لطلاب مدرسة وارساي كالو الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساوة ومؤسسة التعليم العالي بالتعاون مع مركز التدريب الخدمة الوطنية. ويهدف الأسبوع الشبابي الذي يشتمل على مناشط تعليمية وثقافية وفنية وابتكارات وغيرها لخلق أرضية تنافسية للطلاب. وقالت مسؤولة متابعة الأقاليم في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الآنسة هيلين أميني أن الأسبوع جزء من تنشئة الشباب بثقافة وهوية الوطن وقيم المجتمع. نظمت دورة تدريبية يومي 16 و17 من نوفمبر الجاري لرفع قدرات القائمين على التنظيمات الوطنية الإريترية في ألمانيا. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في برلين السيد يوهنس ولدو أن البرنامج ضروري لتوجيه الأنشطة المشتركة. من جهة أخرى عقدت سيمينارات بعناوين بناء الوطن والقيم المجتمعية الإريترية والنقد والنقد الذاتي وحل الخلافات وأهمية التنظيم. وتم في السيمينارات إعداد خارطة الطريق لمختلف المشاريع الوطنية وبرامج التنمية لعام 2025. وقدمت مسؤولة شباب الجبهة الشعبية في أوروبا السيدة سمهار قبرآب توضيحا عن البرامج الآنية، وقنصل إريتريا في فرانكفورت السيد مولوجيتا قبرملاخ عن الادخار وتحسين الحياة المعيشية والنمو الاقتصادي. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قررت الصين والبرازيل رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مجتمع مصير مشترك صيني برازيلي من أجل عالم أكثر عدلا وكوكب أكثر استدامة. تم اتخاذ القرار خلال اجتماع من الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. ويجري شي زيارة دولة للبلاد بعد حضوره القمة 19 لمجموعة 20 في ريو دي جانيرو. وقال شي ان البرازيل هي اول دولة اقام شراكة استراتيجية مع الصين. من جانبه قال لولا ان البرازيل والصين صديقان جيدان يحترمان بعضهما البعض ويعتمدان على بعضهما البعض، مضيفا ان الصين هي الشريك الاستراتيجية الأكثر أهمية للبرازيل وأن الشعب الصيني هو الصديق الأكثر جدارة بالثقة للشعب البرازيلي. أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أرشانج تواديرا. وجاء في بيان للكرملين تم خلال الاتصال بحث ومناقشة وضع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية الودية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها من المجالات. وناقش الطرفان مكافحة الإرهاب، وأكد الرئيس بوتين استعداد روسيا مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى في تعزيز أمنها ودعم اقتصادها. وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الجانب الروسي أكد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لجمهورية أفريقيا الوسطى في مسائل تعزيز الاقتصاد الوطني وسيادة البلاد وأمنها. وفي ختام الاتصال اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات. ضربت عاصفة قوية ولاية واشنطن الأمريكية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف وتعطل حركة السير على الطرق ومقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين. وقال مسؤول إدارة الإطفاء المحلية أن امرأة قتلت عندما سقطت شجرة على مخيم للمشردين في لينود شمالي سياتل، ولاغت امرأة ثانية حتفها قرب سياتل حين سقطت الشجرة على منزلها بحسب مسؤولين في إحدى شركات خدمات الإطفاء. وأصيب شخصان عندما سقطت شجرة على مقطورتهما في وادي مابل جنوبي شرقي سياتل.
قال مكتب الإرصاد في أيسلندا أن بركان قرب العاصمة ريكيافيك ثار للمرة العاشرة في 3 سنوات ونفث الدخان وفاضت منه الحمم، لكن ذلك لم يسفر عن تعطل في الرحلات الجوية أو في أضرار للبنية التحتية. وتقع أيسلندا التي يقطنها نحو 400,000 نسمة على خط عفوا تقع أيسلندا على خط الصدع بين الصفائح التكتونية لأوراسيا وأمريكا الشمالية، مما يضعها في نقطة نشطة زلزاليا وبها العديد من ينابيع المياه الساخنة وعشرات البراكين. وهذا سابع ثوران بركاني تشهده البلاد في غضون عام واحد، وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شق أفقي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إريتريا تعكس تجربتها في معالجة تغير المناخ لمشاركي مؤتمر التغير المناخي. افتتاح مهرجان الإريتريين في قطر. وأسبوع للشباب لطلاب مدرسة وارساي إيكالو. الصين والبرازيل تقرران رفع مستوى العلاقات خلال اجتماع شي ولولا. بوتين يبحث مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى تعزيز الاقتصاد. وعاصفة مميتة تضرب شمال غرب أمريكا وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.